لو الحكاية فيها إن فيجو يجي الوقت مفروض في الفن والأدب إحنا بنقرأ المستقبل، إحنا بنشوف اللي الناس ما بتشوفوش. الفنان والأديب والمبدع يخطط للمستقبل ويفكر للمستقبل وينظر للمستقبل ويبدع للمستقبل، مش للواقع بس. لكن في قاعدة بتقول ما لا يدرك كله لا يترك كله، القاعدة دي اتبعتها وزارة الثقافة دلوقتي، اتحركت وبدأت أستاذ الدكتور سيد خاطر، أستاذ الدكتور عبد الواحد نبوي، اتحركوا ما اشتغلوش بمنطق الموظف اللي بيأدي دوره الوظيفي وخلاص، لا، بمنطق صاحب الرسالة الوطني الغيور الحريص على وطنه الذي يفكر كيف يجب أن يواجه المجتمع كله الإرهاب، كيف نطلق تلك الطاقات الجبارة اللي موجودة عندنا عشان نواجه الإرهاب. مصر طلعت رموز فكرية وفنية وأدبية من قبل، واجهت منظومة قريبة الشبه من هذه المنظومة الإرهابية، طلعت علماء وأدباء وشعراء وروائيين شفناهم وهو والإبداع بتاعهم بيجر المجتمع كله وبياخد المجتمع كله ناحية هذه المواجهة. لذلك مسألة ان وزارة الثقافة بتنتج انتاجا ثقافيا ده مش تعبير صحيح، هي وزارة الثقافة ترعى الانتاج الثقافي الابداعي، فانما مش هي اللي بتنتج بنفسها، هي ترعى ابداعات المبدعين، والمبدعين عندنا كتير الحقيقة، لكن هم بيدوروا على مكان واحنا اللي لازم ندور عليهم، بيدوروا على فرصة واحنا اللي لازم ندور عليهم ونتبنى مواهبهم ونطلقها دايما في يوم من الايام في تجربة مثلا زي تجربة عبد الناصر. شفنا السينما المصرية ازاي كانت بتواجه الارهاب.